عبر الهاتف من القاهرة محمد عاطف مراسل غد. محمد، دعنا في تفاصيل يعني هذا التبادل إطلاق النار الذي أسقط شرطيين حتى الساعة. نعم، يعني طبعا اليوم فور تبادل معلومات من قطاع الأمن الوطني إلى وزارة الداخلية، جاء معلومات بأن هناك عناصر إرهابية تقط شقة في منطقة أرض اللواء، وهي منطقة شعبية متاخمة بالسكان، يعني في تقع في حي العجوزة في محافظة الجيزة. قامت قوات من الأمن والقوات المركزية بمداهمة هذه الشقة للقبض على العناصر الإرهابية قبل ارتكابها لعمليات إرهابية في البلاد، لكن فوجئت القوات باستباقها بتفجير عند مدخل الشقة. عندما اقتربت القوات من الشقة، قام أحد العناصر بإلقاء قنبلة على قوات الأمن وتفجيرها أمامهم، فأدى ذلك إلى إصابة المقدمة الخاصة بمداهمة العملية. أصيب فيها حوالي 5 ضباط، منهم 2 في حالة إصابة شديدة و3 إصابات طفيفة وخدوش سطحية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قامت باقي قوات الأمن بتصفية العناصر الموجودة داخل الشقة بتبادل إطلاق النار بينهم. وبالفعل وجدوا في داخل الشقة عدد من الأسلحة النارية والبنادق الآلية والذخيرة، بالإضافة إلى كمية من المتفجرات التي كانت تستخدم في تصفية القنابل اليدوية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة محمد عاطف مراسل الغد.